ولمزيد من التوضيح والتفصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. برحب بحضرتك دكتور في البداية. تحياتي لحضرتك فندم ولمشاهدي. أهلا بحضرتك. الدولة المصرية تتحرك على كافة المستويات الحقيقة لإعادة رعاياها من السودان. هذه جهود طبعا لاقت إشادة كبيرة دولية من جميع المنظمات الدولية. كيف يتم التعامل مع القادمين من السودان بداية؟ يعني منذ بداية الأزمة وهناك توجيه من السيد الرئيس يتعلق برفع درجة الاستعداد الصحي استعدادا لاستقبال النازحين والمصريين العائدين من دولة السودان وكذلك النازحين من الأشقاء السودانيين أو من بقية الدول الأخرى. فالحقيقة وزارة الصحة بتتحرك على مجموعة من العوامل الأساسية في التعامل مع الوضع الصحي، بداية رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع منافذ الدخول سواء كانت برية بحرية جوية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة. ولعل أكبر الأماكن التي أو المنافذ التي تلقت دعما أكبر هي معبري قسطل وأرقين بالإضافة إلى موقف شاحنات أو سيارات كركر اللي هو الجهة الأساسية التي يصل إليها النازحون من دولة السودان. إحنا على المستوى الطب العلاجي تم زيارة عدد العيادات من 5 إلى 10 عيادات، تم زيارة عدد الطواقم الطبية العاملة في المنافذ، تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، مستشفى أبو سمبل، مستشفى أسوان، مستشفى جامعة أسوان، مستشفى حمية أسوان، مستشفى الصداقة، وبالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات وتوفير كذلك عيادات للدعم النفسي سواء على مستوى المعابر أو في ده. يمكن سؤالي لحضرتك القادم دكتور حسام، أيضا الجانب النفسي مهم جدا خصوصا بعد المشاهد المؤسفة اللي شهدها جميع المقيمين في السودان، وخصوصا اللي لجأوا في الآخر أن هم يجوا يلجأوا إلى المعابر الحدودية خصوصا إلى الحدود المصرية. كيف يتم التعامل معهم نفسيا بعد هذه يعني المشاهدات وأيضا الصراعات التي شاهدوها وربما كمان أكثر الأطفال الصغار؟ يعني مما لا شك فيه أن النازحين تعرضوا إلى ظروف شديدة القسوة وبالغة القسوة مما يؤثر بلا شك على الحالة النفسية العامة لهم. لذلك كان هناك عيادات نفسية موجودة في المعابر، عيادات نفسية في المستشفيات، هناك فرق من أمان الصحة النفسية من المتخصصين موجودين في المعابر وموجودين في المستشفيات. والحقيقة أيضا هناك تنسيق وتكامل مع المنظمات الأممية، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، لتوفير أيضا التدريب الكافي للتعامل مع مثل هذه الأحداث والأثار المترتبة عليها طبعاً على المتعرضين لها. طيب ربما أيضا جزء مهم جدا جدا أشرنا لي عبر كل تغطياتنا في الفترات الأخيرة وهو وجود أو إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية على الحدود ما بين مصر والسودان. دورها يعني بيتمثل في ايه؟ وخصوصا احنا بنتكلم احنا اسوان برضو فيها مستشفيات اكيد مجهزه، ما الذي تقدمه هذه المستشفيات المتنقله؟ بنتكلم على عيادات متنقله او العيادات المتنقله. عيادات متنقله بيتوافر فيها مختلف التخصصات الطبيه للتعامل مع واستقبال الحالات التي تعبر المعبر. احنا زودنا عدد العيادات المتنقله، زودنا تمركزات سيارات الاسعاف، هناك قاعدة بيانات إلكترونية وجه بها الدكتور خالد عبد الغفار لربط جميع القادمين بقاعدة البيانات من خلال الغرفة المركزية للتعامل مع الأزمة بوزارة الصحة عشان يبقى في عندنا متابعة تمتد لأسابيع الحقيقة بعد العودة للاطمئنان على الحالة الصحية للعائدين. أنا برضو عايز أقول لحضرتك إن في شيء من مهم جدا بنقوم به وتقوم به وزارة الصحة المصرية وهو التطعيمات. النهارده الأطفال أقل من 15 سنة بيتم تطعيمهم ضد شلل الأطفال وضد الحصوة والحصوة الألماني، يعني لحد يوم الثلاثاء
نتكلم على اكثر من 2507 جرعه من شلل الاطفال، واكثر ما يقرب من 1000 جرعه من الحصى والحصى الالماني تم تطعيم بها الاطفال اقل من سن 15. عظيم، يعني ده يمكن يخلينا نتكلم عن فكره وجود الحجر الصحي يا فندم، يعني على ماذا يرتكز؟ بيعمل على ايه بالظبط؟ الحجر الصحي هو عباره عن عيادات الحقيقه، احنا بنتكلم على ترصد لاحتماليه وجود اي امراض معديه، الكشف على القادمين، من يحتاج منهم الى تدخلات اكثر تعقيدا بيتم تحويلهم الى المستشفيات، التطعيم بيتم من خلال عيادات الحجر الصحي في المنافذ. أشكرك على كل حال دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة على كل هذه التفاصيل وعلى تشريفك معنا يا فندم، شكرا لك.